هنتعرض ازاي لنفحات الله؟ بكثرة التقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة. لو كنت غافل في سائر الأيام والليالي، لو كنت لاهي مع اللاهين، لو كنت عاصي مع بعض من يقع في المعاصي، لو كنت حتى من أهل الطاعة فلا بد من الزيادة فيها، لأنها خير أيام الدنيا، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. فالإنسان يتقرب المؤمن بالعبادات الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وذكر، ومن قبل كل ذلك بإعلان التوبة إلى مولاه، وغير ذلك كثير يتقرب به المؤمنون والمؤمنات ويجدوا بالعمل الصالح في خير أيام الدنيا. سميت الأشهر الحرم بهذا الاسم عشان زيادة لزيادة حرمتها ولتحريم القتال فيها ولتحريم النزاع فيها، إلا طبعا في رد العدوان. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني في الأشهر الحرم امسك نفسك عن ارتكاب المعاصي، وسع في الاجتهاد في الطاعات والعبادات، صحح مسارك وأكثر من الخير لتفتح لك الأبواب ولتعطى من النفحات، نفحة رحمة بمغفرة تجيلك، نفحة رحمة برزق واسع تجيلك، نفحة رحمة بصلاح ذرية تجيلك، نفحة رحمة نكون من أهل القرآن العاملين المعلمين الطائعين تجينا، نفحة رحمة من رب العالمين نكتب من العتقاء من النار. هكذا يكون التعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى، وما أعظمها في هذا اليوم المشهود يوم عرفة. انتبه، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يبقى لسه بقية الشهر الحرام الذي نحن فيه، شهر ذي الحجة. احنا النهاردة يوم 9 ذي الحجة، ولسه بقية الشهر، وحنستهل شهر حرام آخر. الله قال في كتابه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والمعنى مش معناه تظلم، ما تظلمش نفسك بارتكاب المعاصي في هذه الأشهر الحرم وبعد كده ترتكبها في غيرها، لا، انت بتتدرب فيها وبتتعرض فيها على لنفحات الله. ربما نفحة تجيلك لو كنت من أهل المعاصي ترد فتعود لتكون من أهل الطاعات، لأن المعاصي والآثام في الأشهر الحرم أعظم حرمة فيما دونها. ورد عن سيدنا قتادة، وكان سيدنا قتادة من كبار التابعين، أنه قال: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما شاء. وعلى قدر خشية العبد من ربه وتعظيم العبد لما عظم الرب، على قدر ما تأتيه النفحات برحمات الله تعالى تنتشله تاخده من الظلمات إلى النور. ولابد أن تتفتح في قلوبنا مسامع الاتعاظ، مسامع أن نكثر من ذكر الله بقلب حاضر، أن نستغفر بقلب حاضر، أن نعلن التوبة بقلب حاضر، أنه لابد من حالة من التغيير الجذرية في هذه الأيام والليالي الشريفة. هي تأتينا بخيراتها، فلنقدم ونتعرض لنفحاتها بعظيم وبالاستعداد وبالاجتهاد بالعمل الصالح الذي يرضي المولى سبحانه وتعالى. تعظيم حرمات الله فيها، تعظيم حرمات الله فيها الخير الوفير والثواب الجزيل. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ذلك ومن يعظم ذلك، ودي إشارة كده للبعيد للتعظيم، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والمعنى أن من يعظم حرمات الله تعالى فيجتنب معاصيه ويجتنب المحارم، فإن ده هيكون له خير كبير عظيم له مدخر عند ربه، لأنه بسبب هذا التعظيم
لتلك الحرمات ينال رضا رب العالمين سبحانه وتعالى وثوابه. فكما إنه على فعل الإنسان لما بيسعى لفعل الطاعات بياخد ثواب جزيل وأجر كبير، كذلك الإنسان لما بيترك المحرمات وبالذات اللي اعتاد عليها، فيترك المحرمات ويجتنب المحظورات ويسعى في الصالحات، هذا أجر عظيم له عند الله سبحانه وتعالى. لأن القلب والقلوب ما فعلت ذلك إلا خضوعا وخشوعا لربها وتقوى لله رب العالمين. فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول إذا كان ترك هذا التعظيم لحرمات الله يؤدي إلى حصول الإنسان ذلك على شيء من المتاع الدنيوي الزائل، فإن التمسك بهذا التعظيم لحرمات الله أفضل من ذلك بكثير عند ربكم وخالقكم. فكونوا عباد الله من أهل العقل والحكمة، ولا تستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، واحرصوا على الباقي دون الفاني.